السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بالجميع في هذه المحاضرة. و نتأكد إذا استطعت الدخول. خلينا نشوف هنا يوتيوب. لايف ستريمينج. حياك الله معين، وعليكم السلام ورحمة الله. طيب الصوت واضح؟ بس اكتب لي إذا الصوت واضح. بشرى حياكم الله، عليكم السلام. ننتظر يعني دقيقتين أو ثلاث يعني لحين دخول باقي الطلبة. حياكم الله، كاظم، بشرى، عبد الله، موفق ومعين، حياكم الله جميعا. ونتمنى إن شاء الله تكونون استفدتم من هذا المقرر، وسامحونا على أي تقصير في الشرح أو في هذه المحاضرات المراجعة. أحيانا كان يعني تعتريني بعض الظروف، أعتذر منها. يعني إن شاء الله أحاول أدارك بعض الأمور اللي في الشرح في المرات القادمة. كنت مخطط إن هذه المقرر نعمله بالكامل، يكون على أجهزة نقالة. الفصل هذا ما أدركني، لكن إن شاء الله في المرات القادمة قاعد أحاول أشوف إذا ممكن نستصدر لكم شهادات للناجحين فيها توقيع من منصة رواق. أعتقد أن هذا غير ممكن. هم يعطون شهادات عليها اسم مطبوع من رواق ومني أنا، لكن ما عليها توقيع. لكن في
قاعد احاول اسوي ترتيب اخر مع جهة اخرى ممكن تصدر شهادات يكون اللي خذوا المادة بنجاح نعطيهم الاسماء ويمكن تسجلون عندهم اذا كان وضعت نفس الفيديوهات ممكن يصدروا لكم شهادات فيها توقيع، بس احتاج لان اصحاب الموقع الثاني عندي علاقة شخصية بصاحب الموقع، فان شاء الله اذا حصلت لكم موافقة راح نراسلكم ونقول لكم الطريقة، لكن الى الان شهادات رواق شهادة فيها اسمكم للناجحين اللي يحصلون على 60% أو أكثر، لكن ما عليها توقيع للأسف. لكن إن شاء الله أوعدكم إنه يكون في ترتيب آخر إن شاء الله، ونشوف شنو متطلبات الموقع الثاني إذا فيها تسجيل أو يمكن يطلبون رسوم مقابل شهادة موقعة، أنا ما أدري يعني ما لي خص بهالأمور، لكن شنو يقولوا لنا، والأمر يعني متروك لكم على الاختيار، يعني راح تحصلون شهادة في موقع رواق مجانية، ما أعتقد أن تدفعون شيء أنتوا هني صح؟ ما أفتكر أنه قاعد يطالبونكم بأي، لكن تصير مثل لما تسجلون في كورس في كورسيرا أو إي دي إكس، عادة يكون التسجيل إذا تبون شهادة من موقع المواقع هذه يطلبون منكم مبلغ يمكن $50 أو شيء كذي مقابل شهادة موقعة، فشنو يقولوا لي راح أقول لكم إياه، والشيء هذا اختياري إذا تبونه أو لا، بس أتأكد إذا كانت الجهة عندها ترخيص من وزارة التجارة وزارة التعليم حتى تكون يعني شهادة لها ثقل. نعم، هي معظم المواقع أو المنصات تبدأ بالشكل هذا، يعني كورسيرا أول ما بدأوا كانت الدراسة مجانية والشهادات كانت تعطى شهادات إنجاز كانت مجانا، بعدين صارت الدراسة مجانية لكن اللي حاب يطلع شهادة يدفع $49. اليوم صارت لا، حتى الدراسة صارت اشتراك شهري، يدفع الواحد مبلغ شهري مقابل الدراسة. يعني المنصات هذه كل ما اشتهرت كل ما زادت عليها الرغبة، كل ما صارت تفرض رسوم وتكون الفترة الأولى تجريبية، فيعني بالآخر هذي التجار إذا ما حصلوا ربح بآخر النهار يعني المواقع هذه والمنصات تكلفهم مبالغ مالية، فيمكن يستفيدون من المبالغ الزهيدة هذه عشان إجراءات الصيانة وإجراءات إحنا بالنسبة لنا نروح على أي منصة نشوف إن ممكن تجذب لنا طلبة ونعطيهم الدروس، يعني من غير ما ننتظر إذا المنصة قاعدة تعطينا أو ما تعطينا، يعني إحنا أنا من درست في المنصات هذه ولا منصة قالت والله هاك دخلت على إن هالكثر طالب بنعطيك مثلا مكافأة ولا شيء أبدا، إحنا يعني ننقل العلم الفائدة، وإذا يعني نفرح جدا إذا شفنا الطالب استفاد من هذه العلوم وبدأ يطبقها في مجال عمله، فهذه أكبر فائدة، يعني نسعد إن نرى إن الطلبة بدأوا يعني ينتجون ويكون عندهم يعني عوامل بناء في المجتمع. فنبدأ الآن في توضيح طريقة الاختبار لغدا إن شاء الله. غدا تدخلون على موقع تعليم طموح لأن الاختبار سيكون هناك. الفصل الماضي الاختبار كان بطريقة إن الطالب يسلم الاختبار وكنت أنا أصلحه يدويا، فالعملية أخذت أكثر مما كنت أظن، كانت العملية طويلة جدا لدرجة إني أنا يعني افتشلت مع الطلبة، يعني إلى قبيل بدء المقرر هذا
وكانت الدرجات لسه ما طلعت، لأن العدد كان كبير، وحتى إجازة الربيع يعني قضيتها بين التصحيح وبين المراجعة، يعني ما أخذت إجازة بالمرة. المرة هذه الشباب قالوا نبي نأجز، والأهل يعني ما ودي أظلمهم مثل ما ظلمتهم بإجازة الربيع، فراح أجعل العملية آلية إن شاء الله كما هي في الواجبات، لكن راح تفرق عنها إن ما أجعل عملية الموافقة، وأجعل من طرفي أنا عبارة عن مراجعة، فأجعل درجة للأستاذ للمراجعة، فبدل أن أصلح راح يكون دوري مراجع، فالطالب يصلح درجة طالب ثاني وأنا أراجع، إذا كان تصحيحك صحيح ومتقن راح تحصل على تصحيحك درجة. فأنا أشوف هذه الطريقة أسهل لكم وأسرع أن تحصلون على شهاداتكم، والتصحيح يكون سريع، خاصة فترة الاختبارات راح تكون مزحومة جدا، فموعدكم إذا أنا بصلح بيدي أن أخلص قبل رمضان، مستحيل مستحيل في العدد هذا أن نخلص قبل رمضان. فلكن إذا تمت بعملية آلية ممكن المراجعة يعني بأول أسبوع من رمضان إن شاء الله خالصين. كامبريدج بنان نختبر ويصحح ويصحح نفس الوقت. هذه نعم ممكن، لكن إذا كانت الأسئلة اختياري متعدد صح وخطأ، نعم، لكن كيف أجعل الكمبيوتر يدخل على موقع أنت تصممه وتعطيني رابط للموقع ويتأكد أن عناصر الموقع اللي أنا طالبها منك موجودة؟ فهذا شيء غير متاح آليا، فالتقنيات الموجودة اليوم ما تسمح لي أني أجعل هذه العمليات آلية. العمليات التي أنتم تعملونها لتصحيح واجبات زملائكم غير متوفرة آلية اليوم، لذلك نعتذر عن وجودها. الاختبار إن شاء الله راح يبدأ غدا بعد المغرب، بعد المغرب بتوقيت مكة إن شاء الله راح يبدأ الاختبار، ويستمر الاختبار لمدة 3 أيام، يعني بعد غدا الأربعاء والخميس والجمعة، وممكن مدة للسبت، يعني حتى اللي عندهم دوامات يكون يعني دخل عليهم نهاية الأسبوع، فممكن يدخلون الاختبار خلال 4 أيام هذه. تختار أي 3 ساعات خلال الأيام الأربعة هذه، أي وقت، مجرد دخولك للاختبار راح يبدأ العداد عليك 3 ساعات، لا يجب أن تنجز المهام المناطة بك. ثلاث أو 4 ساعات، أنا أعتقد 3 ساعات كافي على اختبار، الواحد يمل يعني. انزين دكتور الله يجزيك خير، يا ليت ترد على سؤالي. مها وين سؤال مها؟ اعذروني وانا اتكلم ما احط عيني في الشاشة، لان انا ما املك بالين، البعض يستطيع ان يركز على شيئين بس، انا اذا اقرا ما استطيع افكر، واذا فكرت ما استطيع ان بشيء واحد ما استطيع ادخل شيء ثاني. فخلينا نشوف مها وين. حامد عندي مشكلة حقيقية مع دخول موقع طموح، نرجع لك إن شاء الله. وين مها دكتور؟ برنامج البث المباشر ما تحمل عندي، لأن نظام جهازي 32 بت، كيف بيكون بالنسبة للاختبار؟ إنزين سؤال جيد، خليني أشارككم أنا في البث الشرح. زين
البرنامج، هل في نسخة على 32 بت ولا فقط 64؟ إذا ما في إلا 64 ما في نسخة 32 بت أعتقد. خليني أتأكد إذا في نسخة 32 أو بي أس. خليني أبحث أو بي أس. أو بي أس 32 بت داونلود. Bundle comes both 32 and 64 version and it's available only for Windows. موجود. موجود 32 bit. موجود 32 bit. لما تنزلينه راح يعطيك خيار انك تثبتينه على اي نسخة فتختارين 32. انتبهي وانت تنزلينه لانه هو ينزلهم اثنينهم بندل مع بعض، هذا الكلام اللي كان مكتوب، ينزلهم بندل مع بعض وحاول تنزلين اذا ما ثبت تنزلين اذا كان عندك فيستا او ويندوز قديم السيرفيس باك 2 لانه ما يشتغل بروحه الا على السيرفيس باك 2. ينزل على ويندوز 7 و8 و8.1 و10 على كل النسخ هذه. زين، فاذا عندك حاول تنزلين الحين، اذا في اي مشكله وانا معاكم قولي لي حتى نحاول نحلها مع بعض. زين، ولو ما اشتغل معك، لو ما اشتغل معك اسوأ الاحوال تسوي سناب شوت حق الشاشه وترفعين مجموعه سناب شوت، يعني بدل لا تسجلينها فيديو. هذا خاص فقط بسؤال التطبيق، لان سؤال تطبيق مو معقول انا اقول لكم مثلا تشترون الرخصه او البرنامج عشان تدزولي التطبيق. كل ما عليكم اذا بعد ما تسوون التطبيق حسب اللي انا راح اطلبه معاكم، تطبيق الموبايل اب، تصوروا لي الصفحه على مثلا اذا انا فتحت ابي باي وسويت تطبيق راح مثلا الصفحه الاولى راح يكون على اليسار شكل الشاشه الموبايل وفيه التطبيق مثلا الصفحه الاولى مالته، تصورونها وتخلونها مثلا في الملف موجود على الديسكتوب، وبعدين تضغطون على مثلا الشاشه الثانيه من التطبيق وتصورونها وتضعونها، ثم تجمعون كل الصور مثلا ثلاثة او اربع صور وتسوونها كومبرس عليهم. اذا ما تعرفون الطريقه انا اشرح لكم اياها. يعني انا افتح بالشكل هذا، لو كان عندي مثلا مجموعة الصور اصورها، وين اروح داونلودز، هذا الداونلودز، فمجموع فافتح مجلد جديد، رايت كليك اقول له نيو واسمي فولدر واسمي اختبار واضغط على هذا الاختبار. الان احتاج اصور اي جزء من الشاشه، كل كمبيوتر له طريقه بالتصوير، برنت سكرين وبعدين تسوونها بيست من الكليب بورد، او انا جهازي هذا انتم تشوفون اللي انا اشوفه صح. بالنسبه لي انا جهازي عندي الاليه هذه لتصوير الشاشه، فصورت الشاشه، اختار مثلا قسم، مثلا ابي هذا الجزء من الشاشه اصوره، حط صح، بعدين احفظه سيف ات، راح يتخزن في المكان هذا باسم سكتش مثلا، سويت له سيف واضع الملف هني في كاو، هذا اخذه واضعه في الداونلود على اختبار، فصار عندي هذا اول واحد وضعته هني. مثلا اروح على مثلا الشاشه الثانيه، هذه الشاشة الثانية مثلا من البرنامج، مثلا هذه الشاشة الثانية إذا دخلت مثلا أبي باي
فدخلت مثلا اي تطبيق من التطبيقات، تذكير المصلي مثلا تطبيق، ابي مثلا مشاهدة التطبيق، استعراض التطبيق، فنزقر الشاشة شوي حتى اقدر، فتذكير المصلي، هذه مثلا الشاشة الأولى، صفحة مثلا التواصل، فمثلا أصور هذا، فعلى طول أضغط هني، أضغط على هذا، أسوي أقطع الجزء الخاص في المنيو هذه، أسوي حفظ، سيفت، بعدين أرجع هني. اروح على اخذ الصفحة الثانية، قطع على اختبار، فصار اختبار عندي الشاشة هذه والشاشة هذه مثلا، فبالاخر اختارهم اثنينهم واسوي رايت كليك، الضغط الايمن للفارة، وفي في كل ويندوز حتى الماك عندهم شيء اللي هو الضغط، اضغطه send to، ارسل الى بالعربي send to، وبعدين compress، فاضغطه بالشكل هذا فصار ملف واحد. الملف هذا اقدر اسمي اي اسم، مثلا اختبار حط اسمي، وارسل ملف واحد هذا ارفعه حق الموقع الاختبار، فيكون انا رفعت ملف واحد، سواء ارفعه على بوكس دوت نت، ارفعه على اي مواقع من المواقع اللي يرفعون فيها الملفات، وارسل الرابط الموقع اذا ما استطعت. فدبل كليك، شوفوا تلاحظون الملفين موجودين داخل الملف هذا، فمثلا واحد من المواقع اللي يرفعون فيه مثلا دروب بوكس او ون درايف مال مايكروسوفت، او وايد مواقع اللي ترفع فيها ملفات. مجرد ما ارفع الملف هذا يعطيني رابط، الرابط هذا اضعه كتكست في موقع الاختبار، واكون سلمت البرنامج اذا ما عندي تسجيل فيديو. فهذا حل اخر اذا ما اشتغل معاك التسجيل الفيديو. فهذا اختمها حل، ولكل طالب يواجه نفس المشكلة بالتسجيل الفيديو. التسجيل الفيديو راح نحتاجه في الاختبار فقط لإظهار البرنامج التطبيق الموبايل فقط، راح احتاجه في الجزء هذا. فاللي ما عنده إمكانية تسجيل الفيديو يصور لي كل صفحة من صفحات التطبيق اللي راح يسويها، ويجمع الملفات في ملف مضغوط ويرفعها على موقع من مواقع الاستضافة، ويعطيني فقط الرابط ان شاء الله. هنشوف في شيء، في احد ثاني؟ هنشوف منو بعد طوفنا سؤاله. دكتور بالنسبه للواجب الذي ما قدر يسلمه في طموح حامد، احنا وضعنا ديدلاين حتى الطلبه يقدرون يبدون يصلحون حق بعض، فإذا طافك واجب ما راح تاخذ عليه درجة، فتنخصم من مجموع درجاتك. احنا مددنا كذا مرة لكن ما نقدر نستمر في التمديد لغاية الفاينل. دور كانت محاضرات بخصوص مادة لوجيك، تفت محاضرات بخصوص مادة لوجيك، تاب يتابع لك يعني مسحتهن؟ لا انا ما مسحت شيء. كانت محاضرات بخصوص مادة لوجيك. لا للحين عندي لوجيك موجود، يعني انا لو افتح لكم هذا خارج موضوع الدرس، يوتيوب دكتور مطوع، ادخل على القناة، تروح على بلاي ليست، في شيء اسمه بلاي ليست،
بلاي ليست، بلاي ليست ماي شانل، بلاي ليست لوجيك لا زال موجود. المنطق الرقمي كاهو في هذا، وفي المنطق الدروس قصيرة في المنطق الرقمي كاهو قصيرة، 82 محاضرة في المنطق موجودين، لا زال موجودين ومفتوح، يعني ما عليهم قفل ولا عليهم شيء، يعني هذا مسكر هذا قفل عليه، هذا الإحصاء مسكر عليه قفل، لكن الثاني لوجيك مفتوح. طيب إذا في رسوم خرج تمام والله زين دكتور، كانت محاضرات بخصوص مادة جاوبنا، نعم الصوت واضح مشكور. دكتور برنامج البث المباشر ما جاوبناك. دكتور كيف يجي تطبيق البث المباشر بالاختبار جاوبناك. أهم شيء نستفيد معاهد، والله مشكلة حقيقية من دخول موقع طموح. حامد شنو مشكلتك بدخول طموح؟ إذا كانت إن إذا كل مرة تدخل لازم تكون ذاكر شنو الباسورد مالك، إذا قاعد تدخل ويقول لك ترى إيميلك محجوز معناته أنت نسيت الباسورد مالتك، وقاعد يحاول إنه ينشئ لك حساب جديد وما يستطيع ينشئ لك حساب جديد بنفس الإيميل. فإذا كانت هذه المشكلة بس عطني إيميلك وأنا أحاول أغير لك الباسورد بحيث إنك تقدر تدخل وتعدل على حسابك. فأنتظر منك الرد، فإذا كانت هذه المشكلة ممكن نعالج لك إياها الحين إن شاء الله. في دكتور تصحيح اللي زي اختبارات، أوكي هاي سويناها موعد اختبار. اتفقنا بعد المغرب ان شاء الله غدا توقيت مكة. جهازي 64 بت، حملت البرنامج طلع بي اس 32 عادي يمشي. بالنسبة للتصحيح المتبادل بين الطلاب في الواجبات، لم يتم تقييم كل واجباتنا بشكل متبادل، فكيف سوف يكون الوضع في الاختبار؟ الاختبار انا راح اعطيه اهتمام اكثر لان عليه درجة كبيرة، فراح انا اتابع وراكم، فيصير مراجعة بالنسبة لي، التصحيح بالنسبة لكم والمراجعة بالنسبة لي. أحسن من الفيديو لازم تدريب، كذا أحسن من الفيديو لازم تدريب. ظهر تعليقك على طريقة شو اسمه. السلام عليكم. عليكم السلام. تقييم محسوب بالدرجات. ايه محسوب بدرجات راح يكون. مشكلة يا دكتور انا قادر ادخل على طموح، حتى بالاختبار يقول لي الاسم موجود. طيب تتفضل، اعطيتني هذا بريدك الالكتروني زين، انا راح انشئ لك الحين باسورد وادز لك على ايميلك ان شاء الله. فاذا تسمحون الشاشة خلي الشاشة خاصة حتى أدخل في القسم الإدارة وأعدل على حسابك وأغير لك الباسورد. أنا ما تطلع لي باسوردك لكن أقدر أكتب يعني أغير لك الباسورد الموجودة اللي ما تطلع لي أصلاً. مستخدمون حسابات تصفح ثم أضع بريدك الإلكتروني بحث. طيب حامد آخر دخول لك كان من 8 أيام، حرر هذا آخر دخول ناجح أقصد. طيب هذا اليوزر نيم مالك آخر 2017، راح أدز لك إياه وأغير لك الباسورد. إذا كنت أنت تدخل بغير الاسم هذا، إذا كانت هذه المشكلة، إذا تبي تحاول تدخل بالاسم هذا خليني أدز لك إياه الحين. أخوي حامد هذا اليوزر نيم مالك،
هل كنت تستخدمه لما تدخل ولا تستخدم شيء ثاني؟ لا تستخدم بريد الكتروني. اذا بريد الكتروني الباسورد انقطع البث. انزل اخوي حامد حاول تدخل باليوزر نيم هذا مع الباسورد اللي انت كنت مسجل فيها وشوف يمكن يمشي وياك الموضوع. اذا ما مشى وناسي انت الباسورد مالتك انا ممكن اغير لك اياها، بس قبل اغيرها ابيك تتاكد ان انت كنت تستخدم اليوزر نيم هذا لما تدخل. كاظم يقول اسف على الازعاج. وين الازعاج كاظم؟ شنو كان كاتب قبل كاظم؟ كاظم كاظم ايه اللي سألني عن اللوجيك؟ ماشي بالعكس ما في ازعاج. حامد يقول لي نعم نعم، يعني شنو قدرت تدخل؟ أبي إجابة يعني أفهم منها شيء واضح. نعم قدرت تدخل ولا نعم استخدمت اليوزر نيم هذا وما قدرت تدخل؟ الثوم جزاك الله خير، الواجب النشر الإلكتروني سلمته وقيمت زميلة لي لكن ما في أحد قيم واجب، واليوم آخر يوم، هل في مشكلة في التقييم؟ لا إن شاء الله ماكو مشكلة. نعطي الموضوع وقته، وإن شاء الله إذا انتهى وسكر الموضوع والواجب ما تقيم نشوف الوضع. تم تسليم واجب النشر الإلكتروني من فترة ولم يقيم أحد الواجب إلى الآن. طيب الواجب النشر إن شاء الله إذا تسكر وما تقيم معاكم إحنا ممكن نراجع على السريع. هتقيم لي طيب انا بانتظار حامد يجرب الموقع ماله او يريد عليه. فصل النت عندي ورجع الان ان شاء الله اعيد تسجيل البث. اذا تكلمت عن برنامج البث اللي سألته برنامج البث راح يكون مسجل ان شاء الله، يعني حتى لو فصل الطريقه انا قلت ان تصورينها تصوير تدخلين على موقع بي باي وتسوين وقت الاختبار، يعني تسوين البرنامج المطلوب منك كتطبيق وتصورين كل خليني اراويك شرح، يعني تدخلين هنا واصور الشاشه هذه وادخل مثلا على المنيو الثاني مثلا هذا هذا مثلا واصور هذه وبعدين اجمعهم. وين اجمعهم؟ هني مثلا هذه الصوره الاولى هاي الصوره الثانيه واضغطهم اسوي كومبرس الطريقه كالاتي، احطهم كذي وبعدين رايت كليك بالماوس سنت تو واقول كومبرس فيضغط لي اياها بالشكل هذا. فاذا سويت دبل كليك لقيت الفايلين موجودين هنا. ارفع الملف هذا على اي موقع من مواقع الاستضافه مثل دروب بوكس مثل ون درايف، وبعدين يعطيني رابط المواقع هذه عاده تعطيني رابط، الرابط احطه في موقع طموح واكون سلمت انا القسم الخاص بدون لا يكون فيديو عندي. طيب اخونا منتظرينك احنا حامد. حامد هل استطعت الدخول باستخدام اليوزر نيم اللي هو حامد 2017 مع الباسورد اللي انت مسجل فيها اصلا؟ هل استطعت الدخول؟ اذا جاوبت نعم ما راح اغير باسوردك، اذا جاوبت لا راح اغير لك باسوردك وادز لك الباسورد جديده على ايميلك حتى ما تنشر هنا. يا ريت انا الان استخدم هذا اليوزر وما يفتح، في مشكلة في كلمة السر. تمام انا منتظر منك هالكلمة فراح اغير لك اياها، بس قبل ذلك راح يعني اغير الشاشة هني اغير لك اياها كلمة مرور جديدة
تحديث. الآن أرسل لك بريد إلكتروني جيميل. هذه رسالة. بريدك خاص. طيب إن شاء الله وصلت لك الرسالة الآن. افتح رسالتك. هذه باسورد. هذا باسوردك. اليوزر نيم هو حامد 2017، نفس اللي أرسلتك إياه في اليوتيوب. حامد 2017، لا تحط بريدك الإلكتروني، هذا مو باسورد، هذا مو يوزر نيمك، ماشي؟ إن شاء الله أبيك تدخل وتقول لي إن دخلت، يعني بشرنا قول ترى دخلت حتى أطمن إن أنت معانا في الموضوع. وبعد أي استفسار آخر؟ خلينا نشوف من عندنا. لماذا لا يمكن موقع طموح استرجاع كلمة السر؟ أنا أقول لكم ليش؟ لأن قصة طويلة فنية، ما هي شو اسمها؟ لأن أنا فتحت الموضوع أول كانت عملية تسجيل في الموقع من خلال بريد إلكتروني للتأكد من بريدكم، فكان لما يسجل أحد يدز لك بريد إلكتروني وتضغط عليه، فكانت في مشكلة أن بريد طموح ما كان يوصل حق طلبة، كان يروح بالجنك على طول، وايد طلبة مو عارفين يفتحون الجنك، فخليناها تسجيل يعني اوتوماتيكي، يعني مجرد ما تكتب يوزر نيم باسورد سجلكم. لذلك ما صار تأكيد على بريد الكتروني، وبما ان ما في تأكيد على البريد الالكتروني فما يستطيع انه يرسل لك التذكير. هي قصة طويلة بس شكلي راح ارجع الطريقة التقليدية، أنا وايد ناس ينسون اليوزر نيم والباسورد. إن شاء الله المرة القادمة راح يكون بالطريقة التقليدية. فحامل بس تدخل بشرنا حتى نطمن على وضعك. صوري شاشة بعد ما تخلصين. مشكور بنان على التوضيح. بالنسبة لتصوير التطبيق، هل تريد تصوير التطبيق من على الجوال أم من موقع على النت؟ عادي، أي بأي طريقة تشوفونها، يعني من الجوال اللي يمشي معي عادي، ما عندي مشكلة من الجوال يتصور. جاوب يا دكتور حامد، جاوب. لماذا لا يمكن موقع طموح باسترجاع كلمة؟ قطع البث. أنا آسف، النت عندي يروح ويرجع، ما أدري شو. أنا أستخدم هذا اليوزر وما يفتح، في مشكلة. خلاص سويناها، إن شاء الله برجع البث. زين. خلصت التطبيق وصار جاهز، أبدأ من جديد. صار جاهز، أبدأ من جديد. مو فاهم السؤال. قصدكم تبدأون من جديد؟ وين؟ شرح. التطبيق هذا كان حق الواجب او تدريب ذاتي لكم، انا ما طلبت منكم تسوون واجب اخير حق التطبيق، لاني راح اطلبه منكم في الامتحان، فخلاص مو محتاج ان تسوون واجب وتسوون على نفس الشيء. دورة ثانية عن فورمات. فورمات، ايش قصدكم فورمات؟ يعني شلون تفرمت الجهاز؟ فورمات بس توضحون اكثر شنو قصدكم بالفورمات.
فورم يعني المنتديات يعني تقصد بالمرة الأولى فورم. أنا بخاطري كنت أسوي دورة، كل اللي قاعد نسويه بس من عن طريق الأجهزة النقالة من غير كمبيوتر. نسوي جديد للاختبار تقصد؟ نسوي جديد اي حق التطبيق، تسوي برنامج جديد ما نوع الأسئلة في الاختبار. طيب الأسئلة كلها عملية، يعني ما راح نسألكم صح غلط، أكمل فراغ، لا لا لا، ما في حفظ أبدا أبدا. الدورة كانت دورة عملية والواجبات كانت عملية، لذلك الاختبار عملي. يعني على سبيل المثال في الاختبار راح أقول لك اعمل لي مثلا موقع إلكتروني، بس ما راح أعطيك خيار من كيفك، لأن يمكن أنت يعني مجهز لك موقع جاهز لا لا، أقول لك مثلا يكون العنوان كذا ويكون على اليمين كذا ويكون باللون كذا، فتعملها وبعدين تعطيني رابط الموقع. أقول لك مثلا سوي لي خريطة ذهنية واعملها بالطريقة الفلانية وأعطني رابط الخريطة. سوي لي تطبيق ذكي ويكون فيه الخواص الآتية 1 2 3، يكون فيه تواصل، يكون كذا، وبعدين أقول لك، طبعا ما أقدر أقول لك أعطني رابط لأنه ما تقدر تعطيني رابط شو اسمه، ما راح أستفيد منه. أقول لك صور لي مثل ما وضحنا وأرسل لي الصور إذا كان فيديو أو كان صور. يا دكتور، هل هذه كل دروس المبتدئ أم أنه ما زالت هناك دروس أخرى؟ مبتدئ مبادئ، نعم، هذه كلها دروس مبادئ. روابي دكتور، إذا تدربنا نسجل في برنامج البث المباشر، نضغط بث تسجيل ونخلص انتهاء تسجيل. الحين التسجيل وين؟ أي سؤال وايد حلو وايد حلو. أنا أفتح لكم الحين البرنامج، الحين هذا بدء التسجيل، شفتوا موجود المعلومات هذه موجودة في الإعدادات. أضغط إعدادات يعطيني وين مكان التسجيل. شوفوا المخ وين 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 كاهو المخرج الاوتبوت كاهو ريكوردينج، راح مسار التسجيل موجود هنا بالنسبة لي أنا d/doctor/videos استعرض هناك. فمجرد ما أضغط هذا استعراض يفتح لي اروح اخذه وارفعه على اليوتيوب، وبعدين اخذ رابط اليوتيوب. هذا اسهل طريقه، اسهل من تصوير، اسهل من اي شيء، وارسله حق الموقع الاختبار. ماشي، ممكن تغيرون اي مكان تبونه. مره ثانيه، اذا انا ضغطت على بدء التسجيل، بعد ما اخلص اضغط على انتهاء التسجيل، الفيديو اوتوماتيك راح يروح في المكان الموجود في اعدادات، ثم اضغط على المخرج، ثم اجد الريكوردينج هني في المكان هذا. ماشي، اشكركم جدا على هذا السؤال، سؤال جدا وجيه ومهم ومفيد. خلاص تحدد الامتحان. نعم بشرى، غدا ان شاء الله يبدأ الاختبار من بعد صلاة المغرب بتوقيت مكة، يعني حوالي الساعة 7 بتوقيت مكة 7، لغاية نهاية يوم السبت. عندكم 4 أيام، خلال 4 أيام هذه أي وقت تحس نفسك عندك
مجال 3 ساعات تشتغل من غير ما يقاطعك أحد اختاره، يعني اللي عنده عيال أو عنده وظيفة وما يقدر يتفضى إلا مثلا خلينا نفرض الساعة 12 بالليل أو 4 الفجر، أو اختار لك وقت ما حد يزعجك 3 ساعات متواصلة، بس مجرد ما تدخل يبدأ عليك العداد، لأن إذا تجاوزت الوقت هذا راح يقفل عليك السيستم. لغاية يوم، نعم لغاية نهاية يوم السبت، فبكرة الأربعاء، خميس، أربعاء نص نهار، نص يعني الخميس كله، الجمعة كله، السبت كله، ف3 أيام ونص. أرد على زميل سأل، زين هل أنا فوت سؤال من غير ما أجاوب؟ سامحوني إذا سويت كذي لأني ما أركز على القراءة وأنا أتكلم، فإذا في أحد سأل سؤال وعبال إني أنا حقرته يكتب لي مرة ثانية. ما نوع الأسئلة في الاختبار؟ جاوبنا. هل أعتمد طريقة الصور؟ عادي، اثنين يمشون. أستاذ فشل عندي تحميل، أعطيناكم حل ثاني. شنو بعد؟ شنو بعد؟ عن الفورمات، تقصد المرة الأولى؟ ما فهمت أنا شنو الفورمات، وهل تطبيق طبق خطوات؟ فورمات جهاز، لا جهاز كامل. طيب إذا انتهت أسئلتكم، لأن قرب وقت المراجعة الانتهاء، وقتنا ساعة كاملة، تمام، نطول عليكم، اللي عنده دوام باكر ولا عنده مصلحة. في سؤال، نداء ثاني، في سؤال، النداء الأخير، في سؤال، أختم. وصل سؤال عبد الله. دكتور كيف أجد رابط قناة اليوتيوب؟ قناة يوتيوب، رابط قناتك الخاصة، تنقلها من فوق. قناتي أنا موجودة، هذه دكتور مطوع، هذه قناتي، فسوي كذي يوزر سلاش دكتور مطوع سلاش بلايليست، فهذه رابط قناتي، نسخ حط لك اياها اذا تحب. هذه هي، في محاولة واحدة، نعم محاولة واحدة فقط، ما في نحاول أكثر مرة، لا هذا اختبار، اختبار، أنا ما شفت اختبار بالدنيا أن واحد يدخل يختبر وبعدين يسلم الورقة مالته ويقول حق الأستاذ بعد ما يطلع ويرجع بمحاولة أخرى، هذا اختبار. حامد، أدخل كلمة السر الجديدة وما قبل، مستحيل شلون كذي؟ أول حرف كابيتال لتر، ثاني حرف سمول لتر، يعني انسخها نسخ مثل ما هي، وتأكد إن تحط اليوزر نيم مالك بالإنجليزي، مثل ما هو مكتوب، حامد بالضبط، كابيتال لتر أو سمول لتر، حسب ما هو موجود،
بالضبط يعني من غير ما تغير اي شيء فيه. خلني اتاكد بس اشوفه. اليوزر نيم مالك يوزر نيم، لا سمول لتر، كله سمول لتر، حامد و2017 لازقين لزق ببعض. الباسورد مثل ما ارسلتك اياها، خليني اتاكد اشوف. اتاكد اشوف انت ايه بالضبط مثل ما ارسلتك اياها. تبين انا ادخل وراويك؟ حالة الاتصال الناجح. طيب اسمحوا لي، انقطع فيني الاتصال والان انا رجعت. طيب اذا راح وصل سؤالين الحين. اولا خلينا نحل مشكلة حامد. حامد هذا موقع تعليم، اذا دخلت انا عليه. السؤال الثاني عبارة عن تسجيل فيديو يطلع على الشاشة سوداء، راح أراويكم يعني. فأنا بسوي خروج وسأدخل مرة ثانية، دخول وبشيل الاسم، أكتب حامد HA 2017، الباسورد مثل ما دزيت لك إياها بالبريد الإلكتروني، دخول دخل. شوف اسم حامد ك، دخل بدون اي مشاكل. سويت كت تو بيست، لا تحفظها، لا تحفظ الباسورد، كت تو بيست وحطيتها واشتغل معي، اشتغل معي ماشي. لو دخلت مبادئ حاسب آلي تطلع الواجبات اللي انا مسلمها، تطلع كل شيء، كل شيء يطلع. واجب النشر اشوف، لم تقوم بتسليم اي عمل ماشي. فهذا باسمك انا داخل اسوي خروج. ما في ابسط منها. انت قاعد تشوف وياي عدل حامد؟ شفت وياي؟ فما في اي مشكله عندي. قلد نفس الخطوات. انا ما كتبت الباسورد، نسختها من البريد الالكتروني اللي اعطيتك اياها، وكتبت حامد 2017 ودخل معي. فما في اي مشكله بالدخول. اذا عندك مشكله لا زالت، غير المتصفح مالك، سوي ريفرش، سوي اي شيء. شايفين معي؟ ها chat disconnected، please wait while we try to connect you، unable to connect. نسوي ريفرش على ماشي. طيب انزل نرجع حق السؤال اللي بعده. في حال جاء ما عندنا البرنامج أساس ليش بنصور؟ في حال جاء ما عندنا دكتور حامد انحلت مشكلته. زين شاشة السوداء، أنا أقول لكم ليش تطلع. حق اللي يبي يسجل وتطلع على شاشة السوداء. الشاشة السوداء معناتها ان انا هذه ضاغط عليها مسكر، ما في شيء، مو التقاط، التقاط مدخل الصوت، هذا التقاط جهاز العرض. شفت جهاز العرض هذا؟ ها
الحين هذا الصوت لو اضغط على هذه خلاص ما تسمعون صوتي مفروض. اذا ضغط على هذه ما تسمعون صوتي، ما سمعتوني، حطيتها ميوت. الثانية هذه اذا ضغط عليها تطلع شاشة سوداء مفروض، شفتوا؟ فانتوا قاعد تصورون كذي بدون جهاز عرض، ماكو شيء. اذا ضغط عليها مرة ثانية طلعت. فشلون اضيف التقاط جهاز عرض؟ تحطون بلس هني، يكون انتم مسحتوها بالغلط، وتحطون جهاز التقاط الفيديو او جهاز التقاط العرض، هذا هو التقاط جهاز العرض. جهاز العرض اللي هو الشاشة وهو جهاز العرض، فنلتقطه يعني ندخله بالفيديو. فتختارون هذه فيطلع لكم اي شيء بالشاشة يتسجل بالفيديو، ماشي؟ فهذا السبب انه تطلع لكم شاشة سوداء. بعد من عنده سؤال؟ في حال جاء ما عندنا البرنامج تسليم يا دكتور بعد ما اي واجب. حامد بعد ما ادري يعني دخول ما كان في مشكلة، معليش اقول لك يعني اذا طافك شيء راح عليك، يعني حاول تشد حيلك بالفاينل وان شاء الله تجيب، ان شاء الله تجيب فوق 60% وتنجح. شاشة خطوات عمل تطبيق جوال ليست موجودة التقاط شاشة العرض، لا خلاص نضيفها إن شاء الله في الشرح القادم. طيب أي استفسار آخر؟ أي سؤال أو استفسار آخر؟ النداء الثاني، أي سؤال؟ النداء الأخير، سؤال إذا دخلت على الاختبار وحصل شيء طارئ وتم الخروج من الامتحان، فهل مسموح دخول مرة أخرى؟ نعم، ويحتسب من وقته المتبقي. نعم، فمثلا لو شخص خلنا نفترض أنه خلصت البطارية وطفى الجهاز ما راح عليه الاختبار، يدخل مرة ثانية يلقى الاختبار العداد قاعد يستمر ويستأنف نفس المكان، لكن الوقت محسوب عليه. يعني اذا انطفى عليه وعلى ما جاب له شاحن خذ 10 دقائق، محسوبه ال 10 دقائق يعني اخذت من وقت الاختبار. سؤال اخر، كيف تعيد فكره الفيديو؟ طيب اذا كانت هذا الشيء، اذا كانت الشاشه تطلع سوداء، كل ما عليك انك في المصادر، هاي المصادر وهذه المشاهد، المشاهد استطيع ان اضغط مثلا هذا المشهد الاول لما اشرح، مثلا احط مثلا كذي بين، احط مثلا مشهد هذا مشهد روبوتات، فهذه مشاهد، ماشي؟ هذا الشرح لما احط شرح، الشرح عبارة عن مدخل التقاط جهاز العرض، التقاط جهاز العرض هذا هو. لكن المشاهد الثانية لما اضغط عليها ما فيها التقاط مشهد العرض، عبارة عن صورة. لكن الشرح اضغط هنا في المكان هذا الزائد، المصادر اضغط زائد، يطلع لي وايد اشياء هني. واحدة منهم اللي هي عبارة عن التقاط جهاز العرض، اضغط على هذه فيفتح عندي التقاط جهاز العرض. عشان كذي اي شيء في جهاز العرض، اي شيء يطلع بالشاشة راح يتم التقاطه. معين يقول رد على سؤالي دكتور.
يا ريت تجاوب على سؤالي يا دكتور. خلينا نطلع فوق، وين سؤالك؟ وين دكتور؟ لو دخلت في الاختبار ايه جاوبتك، بس الجواب هي متأخر شوي. بعد أضفت كلمة التقاط، شرحناها. طيب مش عارفة كيف بنعمل في أي سؤال يجي في برنامج البث المباشر. أي سهلة، البث المباشر. يمكن أعطيكم فيديو وأقول لكم هاكم هذا الفيديو، قسموا نصين أو اقتطعوا أول 10 ثواني منه وارفعوا لي مرة ثانية. هذا ال هذا ال هذا برامج البث المباشر. آسف، أنا جاوبت على سؤال مختلف، على سؤال النشر الإلكتروني. البث المباشر هو اللي احنا قاعد نبث من خلاله الآن. يعني شلون أسألكم عليه سؤال؟ قد يكون السؤال انك تسجل فيديو وترفعه، فاعرف انك سجلت فيديو من خلال البرنامج نفسه. ما ادري يعني، للحين ما عندي تصور حق الشيء هذا. بما ان ما عندي تصور، ما اعتقد راح يجيك السؤال هذا يعني. كيف نصور وإيش اللي بنصوره؟ طيب اللي ما عنده برنامج البث المباشر. طيب أنا جاوبت بشرى، قلت لها ما عندي تصور شو ممكن أسألكم على البث المباشر. يعني الواحد يفهم، فطين يفهم. دكتور، تقييم المواقع لم يتم تقييم موقعي. هذه بنشوف ان شاء الله، بس خلي يسكر وقت التسليم ونشوف شنو الطلبة اللي ما طلعت لهم درجات، نحاول نراجع وراها على السريع. طيب الوقت انتهى وزاد 10 دقائق، بس قبل لا تنمشون زيادة شكلكم راح تخرون الاختبار كله الحين. ممكن يا أخت بشرى تصوري الصور للتطبيق، ليس ضروري للبث المباشر. يلا جاي يعطينا معين أفكار حق الاختبار. مشكور. اوكي ماشي. نتوقف هني قبل ما احنا نزيد عليكم اشياء وانتم تسألون اشياء قد ما تكون يعني لها ما يعني داعي في الاختبار، عشان ما تصعبون على نفسكم بعد. لان سبحان الله من تجربة سابقة كثر ما الطلبة يسألون ويدشون بين السطور، على قولة شو اسمه، يدخلون مناخيرهم بين السطور، على كثر ما اولا يعطون افكار حق الدكتور انه يحط اسئله على قدر ما يسمع من استفسارات، وانتم تعطون افكار حق الدكتور اصلا. فاحسن لكم خلوا الوضع يمشي مثل ما هو، وكاني ما سمعت اشياء اضافيه، والامور طيبه ان شاء الله، ورمضان كريم. جزاكم الله خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونراكم إن شاء الله. السلام عليكم.